مالك يا حوده زعبيبك علينا ليه؟ مفيش يا استاذ تامر، مفرهد وسايب بقالي ساعتين ومش طايق نفسي. مش عيب تبقى شغال في قهوه ملوك الطريق وتقول الكلام ده؟ ليه؟ امال سواقين الميكروباص تعمل ايه؟ هيعملوا ايه؟ خليني اقول لك هيعملوا ايه. اتفضل. سواق الميكروباص محتاج يتقدر، كل يوم بينقل اكتر من 1000 شخص يوديهم ويرجعهم من شغلهم، كل يوم بيصحى من اول الفجر لحد اخر نفس في الليل، صاحي مفرفش بيشتغل، صاحي معكنن بيشتغل، خايف على اكل عيشه وخايف على عربيته، ده غير بقى الهم الكبير اللي عنده صيانه عربيته والحاجات اللي كل يوم بيتعب منها عشان يحافظ على العربيه دي تفضل سليمه عشان تكمل ورديتها. ويا سلام بقى لو خدوا بالهم ان كل مره هيغير فيها زيت موبيل دلفك هياخد نقط من موبيلاوي يقدر يدلع فيها نفسه عربيته بيته انت بقى ونقطك، وكل ما هتجمع نقط اكتر كل ما هتكسب حاجات كتير اكتر. وما تنسوش تجمعوا نقط انتوا كمان في موبيلاوي وتكتبوا لنا نتكلم في الحلقه الجايه.